السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم. آخر أخبار فريق الرجاء الرياضي. قبل البدء في التفاصيل، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة ووضع زر الإعجاب للفيديو كي يصلكم كل جديد. أخبر نادي الرجاء الرياضي جماهيره بشأن موعد ومكان استلام تذاكر نهائي كأس العرش أمام الجيش الملكي المرتقب غدا الاثنين بمدينة أكادير. وحسب بلاغ الرجاء الرسمي فإنه تم وضع التذاكر الخاصة بالمباراة رهن إشارة الجمهور اليوم الأحد ابتداء من الساعة الثالثة زوالا، وذلك بمركب الوازيس. في خبر آخر، تستعد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإصدار قرارها النهائي بخصوص مباراة نهائي كأس العرش التي ستجمع الرجاء والجيش الملكي بعد إعلان خبر وفاة الأميرة لالا فلاطفة والدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وتتجه الجامعة الملكية المغربية إلى تثبيت موعد المباراة النهائية لكأس الفضية الغالية في مكانها وموعدها المحددان سلفا في يوم الاثنين 1 يوليو 2024 على الساعة 5 مساء بالملعب الكبير لأكادير. في خبر آخر، رد محمد بودريق رئيس نادي الرجاء الرياضي على التساؤلات التي طرحتها الجماهير الرجوية على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مشاركة اللاعبين الذين انتهت عقودهم مع النسور. وأوضح بودريق عبر منشور على صفحته الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الفريق الأخضر حصل على ترخيص استثنائي من أجل مشاركة لاعبيه الذي تنتهي عقودهم يوم 30 يونيو 2024. وأكد محمد بودريق في منشور له أن كل من محمد المكعازي والمعارين مهدي مبارك والجزائري رياض بن عياد سيشاركون في المباراة النهائية للكأس الفضية. وكتب بودريق في تدوينته بخصوص الأسئلة حول قانونية مشاركة كل من مبارك والمكعازي وبن عياد بعد انتهاء عقودهم في 30 شهر يونيو، فقد توصل النادي بترخيص استثنائي من الجامعة يخول لهم المشاركة في النهائي. في خبر آخر، عينت المديرية الوطنية للتحكيم واللجنة المركزية للتحكيم السيد رضوان جيد لقيادة المباراة التي ستجمع يوم الاثنين فاتح يوليوز 2024 بين فريقي الجامعة الرياضية للقوة المسلحة الجيش الملكي والرجاء الرياضي الحسابي نهائي كأس العرش برسم الموسم الرياضي 2022-2023. وسيساعد السيد رضوان جيد في مهامه كل من عبد الصمد برتون وأيمن دحان، في حين نيطت مهمة الحكم الرابع للسيد يوسف الهراوي ويقود تقنية الفار الحكم حمزة الفارق بمساعدة الحكمين ياسين الضمير وسليمان العاطفي.